تحديثات جديدة على واتساب خلقت جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. فشنو هو التحديث اللي خلى القضية مرونة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هادشي هو اللي غادي نشوفه في هذا الفيديو، ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وتشتركوا في القناة. بدينا. واتساب هو تطبيق معروف عالميا، تطبيق ما كاينش شي شخص ما كيستعملوش. مؤخرا تم ضم تطبيق واتساب لفيسبوك، يعني واتساب وفيسبوك ولاو نتاع شركه واحده. اللي المسؤول عليهم دابا هو مارك مؤسس فيسبوك. دابا نرجعوا للموضوع ديالنا، هو التحديث الجديد. هاد التحديث كيتعلق بسياسة الخصوصية، يعني خص كل واحد كيستعمل هاد التطبيق خصو يوافق على مشاركة البيانات ديالو مع الشركة الأم اللي هي فيسبوك. إيوا هذا هو المشكل اللي رون الدعوة وخلى بزاف ديال الناس يبدلوا التطبيق ديالهم لتطبيقات آخرين. واتساب بدات بإبلاغ المستخدمين ديالها برسائل المفاد ديالها وبخلاصة غادي توافقوا على الشروط ديالنا ولا ما غاديش تخدموا واتساب كاع. وهنا إلا وافقتوا على هادشي غادي تولي كاع المعلومات ديالكم عند فيسبوك، منها رقم الهاتف وكاع بيانات الهاتف المحمول وكاع لي ميساج ديال لي زابليكاسيون ديال الفيسبوك وواتساب. غادي يبداو يتميزجراو بوحدهم، يعني بلا ما يطلبوا منك لا اد لا حتى شي حاجه وبزاف ديال الحوايج. المهم شركه واتساب داخله سخونه في 2021، وماشي غير هادشي، شركه واتساب قالت بلي كاع الدول غادي يتم تحديث واتساب فيهم من غير ميريكان. وكيفاش زعما هادشي؟ حنا يحضيونا وميريكان ما يحضيوهاش وبلان هذا عاوتاني. وذكرت بعض الجرائد الالكترونيه ان الملايين من مستخدمي واتساب حول العالم ما قبلوش بهذا التحديث. وماشي غير هادشي، قالوا غادي يحيدوه كاع من التليفون تاعه. وبداو صحاب الحسنات كيقترحوا تطبيقات اخرى بحال تيليجرام وغيرها. وانتوما واش مع او ضد هاد القضيه؟ كنتمنى كل واحد يقول لنا الاراء ديالو في التعليق. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناه. وعلاش لا ما تبارطاجيوش هاد الفيديو حتى مع صحابكم؟ واذا كان عندكم اي موضوع بغيتونا ندويو عليه كتبوه لنا في التعليق.